مؤخرا أم سجين في إحدى السجون الجنسية ماشي باش تزور في ولدها، يا أخي شدوها مدخلة 23 قرص مخدر، شو رأيك؟ ضد الحكاية هذه كلها كوبليتمون، فهمتني؟ مش تكورش، فهمتني؟ ما عنديش حتى تعليق. شو اللي يخلي أم تعمل حاجة هك؟ أمك كما نقولوها ديما الأم تبقى أم، حنين على ولدها، نحن اللي ما نعرفوش حتى الأمن ولا أي مواطن ولا حاجة، ديما الأم الكلمة الأولى والأخيرة اللي هي، حتى لو ترى ولدها باش يمشي وهي تعرف اللي تعمل فيه غالطة، أعطيها ترضيه وكهو. أم حنين على ولدها بالمخدرات؟ في كل شيء، تبديش قتل روح، فهمتني؟ ديما تبقى تقول لك ولدي ولدي. حالة عادية. بالحق في تونس. مش نحكيو على المخدرات، حالة عادية. في تونس؟ حالة عادية في المجتمع التونسي، نحكي لك مش هي المخدرات في حد ذاتها حالة عادية، الحالة معناها إرهابية. أما في تونس امرأة تدخل للحبس مخدرات، حالة عادية معناها مش كان هي دخلت، ومش الأولى ومش الأخرانية اللي دخل في الواحد. خاطر احنا كي نسمعوا المساجين يعني اللي عدوا الحبس وخرجوا وقت اللي يحكوا لنا على شنو اللي موجود الداخل، حاله عاديه ما نصورش كان مدير السجون هو اللي دخل في الشيء اللي يحكوا عليه هما واللي يتعاطوا فيه هما معناها المساجين، ما نصورش كان وزير داخليه، ما نصورش كان وزير عدل. اللحم يتقشعر، يا الله، هو اللطف هو في السجن. وهي تزيد معناها سي تدير حتى تكريانه، معناها هي اللي قاعدة شو نقولها لك تخدم فيه تموم فيه، هزت له التهل وكان ما عندش ليها ريبونس. هذه رب تعالى أم، معناها أم مشدود على الحكايات وزيد والله ما عندش ريبونس باش نجاوب، نحير في الريبونس نحير. خاطر غرايب مش غرايب، هذه عمرها ما صارت حتى في الأفلام، يقول لك هذه حال تونس. هذا إجرام، هذا إجرام، تعاد تسجع في ولده بس زيد يدمن، فهمت؟ بطبيعة الولد باش دخل الحبس وسط عائلي، ما الام والبو كل شيء. شوفي حاجة أخرى، رو شفتي الام والبو والخو هذوك مول أكل السلبيين، رو منا وإلينا، رو متاعنا، حتى أنا باهي وإكزامبل أمي باهية، ثم أقاربي زادا باهيين، وثم الخايبين، الباهي والخايب في كل بلاصة، فهمتي؟ ومن الاخر التربيه بتاع المجتمع والاصل هو اللي يربي، ما بيناتنا. شوف ثم مثل تاع رب نقولوا مربي من ربي، تسمعي فيا؟ مربي من ربي. شوفي لا ثقافه اجتماعيه لا مدرسه ولا جامعه ولا ليسي، المربي من ربي معناتها بالفطره تجي من عند ربي مطرب. ولدها فهمت في البلاصه هذيك ينجم، فهمتني كيما نقولوا نحن يتأهل، فهمتني للتهيل، فهمتني للمرواح، فهمتني كذا، كي تسمع انت خبر هكا ما عادش نسيبو، مو عندنا نحن فهمتني مناسبات، فهمتني كيما 20 مارس 25 جويليه، فهمتني فخامه الرئيس، يعني فهمتني كيما نقولوا نحن فهمتني تخفيف من العقوبات، فهمتني كي تصير الحكايه هذه ما عادش فهمتني تخفف عليه العقوب، فهمتني وهذا فهمتني ينجم فهمتني يدمن به الناس، فهمتني داخله اول مره غاديك فهمتني تدمن تخرج، فهمتني ما غير صالح للمجتمع. الام هي ربما معناها تحت تاثير الامومه خليها تدخل المخدرات، اما هكا تضر روحها وضرته ديجا. المهم هي في بالها باش تحمي ولدها، اخي ضرت روحها. باش تفسر انه ام تحاول تدخل مخدرات لولدها في السجن؟ شوف ايش نقول لك حاجه، اليوم في المجتمع التونسي زاده حاله عادي، خاطر ما عادش عندنا ام في تونس. لا ما نقولوش كلام هكا، عندنا امهات وعندنا ديما نسب الامور. مش الكل بطبيعه الحال نحكي، مانيش نعمم عمري، يا اخي انا امي مشي ام، يا اخي انا خالتي مشي ام، انا من عائله محافظه ومن عائله محترمه ومن عائله والحمد لله ما عندناش القزعبلات والحاجات هذوما، ما عندناش التجاره لا في المخدرات ولا بالابنيه ولا امين. نحكي لك على الام اللي تعمل الشيء هذاك، خاطر انا الرافي ام تو تعطي بنتها ولا تعطي ولدها بيبي لمراه تمشي تسيسي به، وفي العشيه تجيها تهزها وتقول لها هاتي صورت. هذه ام ولدها في الطقس بتاع اليوم طايش في البرد بحوايج مقطع شطر بدنه عريان، علاش باش نبي الفلوس؟ هذه ام عندك انت، اذا انت تري ام تعطي فلوس لولدها وتقول له احرق واخرج من البلاد، وين الامومه؟ وين الحنيه؟ ثم ام تسيب ولدها مش يحرق ويمشي يشق البحر ويمشي يركب البحر.
ايه تسيب ولدها حتى باش يمشي يلعب بالكوره. اليوم الام كي ولدها يخرج يلعب في الحومه تبدا داخله بعضها في الحومه مع اولاد الحومه وذنيها في الشباك وضربه اثنين وهي تطل وين ولد يمشيش يطيح يمشي. هذه الام. اما ام تدخل الدروغ وتدخل الحرابش لولدها، ام اللي تنجب ولده وتمشي طايشه في بوباله ولا طايشه قدام جامع هذه تسميها ام؟ تي ما هي هذيك هي المراه اللي تعمل في الشيء هذا، ماهيش الام الصالحه، ماهيش مانيش نحكي على المراه العاديه، المراه المسلمه، المراه المتقيه، هذيك مانيش نحكوا على هذيك، هذيك في هذيك هذيك مكرمه ومعزه في بلاصتها، اما انا نحكوا على الجانب الام السلبيه، الحالات هذوما موجودين في تونس للاسف معناها، ما انا ديما نحب نفصل هذوما لا علاقه لهم بالمراه التونسيه. المراه التونسيه انا اللي في مخي انا واللي في مخك انت واللي نحن نعرفوها اللي في عائلتنا نحن، لان عامه المجتمع التونسي راهو مجتمع محافظ، مجتمع راي اخلاق ودينيه، راهو عندنا جذور وعندنا مبادئ وعندنا اخلاق وعندنا التواقيس نتاعنا، عندنا 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 السكه نمشوا عليها وما نحيدوش عليها. يبقى وللاسف عندنا هالفئه هذه القليله ان شاء الله تبقى قليله وتتحد، فئة ضالة، فئة جاية مجرمة، فئة إرهابية، فئة فيها الموبقات الكل اللي تصورها في مخك. أنا نراها مجرمة تتحمل مسؤوليتها في كل في كل نطاق الإجراء. مجرمة مجرمة في حد شخصها ومجرمة للشعب التونسي. مجرمة. تتعاقب عليك كما تعاقب ولدي. هذا منظور. تتعاقب لا تقول لي مرأة كبيرة، تقول لي فماش حتى والله جاني سؤال على الطاير لقيته في جريدة لا في الفيسبوك لا في فيلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. فيه مضرة، الموضوع فيه مضرة كبيرة ليها ولولدها ول كثر الهم يضحك. يسمع تو يسمع شاب كيما أمي إي وي أمي أمي كبتو. الأم تخاف على ولدها وتحب ولدها، ماك تحب ولدك عمرك ما تعمل هكاك. حاول باش تصلحه مش باش تضر. فهمت أختي؟ حسب رأيك واعية باللي تعمل فيه؟ ماش واعية، ما هذه محبة في ولدها، هذا مش ضر ولدها وضر غيره. فهمت؟ هل أنه محبة الأم لولدها تخليها أنه تدخله مخدرات؟ الحب مش هكاك، الحب كان محبة هكاك مش محبة هذاك، بس مش حب هذاك، هذيك مضرة هذيك. هذيك تضر في ولدها تضر في غيره. وتضر في روحها اللي هي زادت تعمل قبض عليها. باش تدخل الحبس هي شو تعمل هي؟ باش تدخل الحبس هي تضر في غيره. الغلطة في الإذاعات. اللي تبث في المسلسلات اللي عباد تستنى فيها في رمضان. كيفاش تحب انت لما دخلش الولده؟ لكن نحن اذاعاتنا وثقافتنا هي اللي تكورش الاغاني. احتراماتي للفنانين، انا انسان تكنيسيان دو سون ونفهم في الحاجات هذوما. تلقى ساعات برشا غلطات هي سبب. انت تلوم على الوالدين، لوم على المجتمع كامل. فهمتني؟ باش نصلحوا يلزم المجتمع يتصلح مش الام. الام معذوره، الأم تنجم. أنا ضد 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 باش تهز أي حاجة ضدها، باش تعطي الولدة تزيد تقتله. أنا والله نعرف آلاف عباد هكا من البعيد وما صدقتش تمشي تشري ولدها، كما تشريلوش يحللها بلبلة. شكون اللي باش ينفعها؟ اللي كان هزته سبيطاريا ويح اللي كان هزته، هذوما المضمنين، المضمنين زايد. نحنا كما نقولوها اللي كان نحبوا نصلحوا، نبداو نصلحوا في المجتمع ومن بعد نمشيو الوالدين. المرأة معذورة وأنا عمري ما سمعت بها. أنا بصراحة أول مرة نسمعها من عندك أنت، اللي كانت تقول لي الأم تاخذ حرابش تهز الولدة الحبس هكا يتعدى. أنا ما نصدقهاش كموات وحياتي اللي ظلي ممكن بعيد، ما نصدقهاش. المفيد اللي بيه الفايدة مش الواحد، مش كيما نقول لهم ما نلوموش كل شيء على الأم، ما نرميوش على البو. الوالدين معذورين، اللي يخدم منا الأم تخدم البو. أي عذر، أي عذر يخليك أي لا أي عذر يخليك أنه تهز ولدك للحرب للحبس. اسمعني، مع أنه هو يعني في الحبس ديجا. أنا معك، أنا معك. أي شو معناه؟ نحبوا نمشيو ديريكت الأم الوالدين، الوالدين تكيهم في شيرة. يلزم المجتمع يتصلح، يلزم الثقافة تتبدل ونوليو نصلحوا. برك انت تلوم ديريكت مثلا، نلومه ديريكت على الام. انا ما نلومش على حتى ام، انا نلوم على المجتمع باش توصل الثقافه للوالدين. شكون اللي يحس الجمره؟ ثم مثل يقول لك ما يحس الجمره اللي يعفس عليه. فهمت؟ هو ترضى الولده بربي باش تهز البحر باش ما ترضاش. هو تقول لك هو مكوي مكوي، خلينا نزيد عليه. وهي مش نيته باش تضر ولا نيته باش تعاونوا تكورجوا، لا الله غالب. حصل حصل دي كان ثقافة بتاع المجتمع والأفلام والإذاعات والوحدة الكل.
كل على بعضه تحكي حتى بالاغاني خليني ما نعرفش انا اخر مره سمعت شكون ما زيد نقعدوا نحكيوا عليه كفنان فهمتني اغنيه تدخل فيها الحكايه هذه قال لك ليه باش نفيق انا المجتمع باش تفيق المجتمع بالاغاني هذوما واللوم على الوالدين المفيد انا ضد المخدرات ضد العرب ضد اللي تصور انت في البيت برك حسوا بالام الام ذيك معاك تكوي باللي تصور انت في البيت شنو الحلول باش نقصوا من الظواهر هذه والمشاكل هذه كل واحد يحاسب روحه كل انسان يحاسب روحه ما نحكوش على مسؤول اما كل انسان يحاسب روحه الانسان ما يلزم يحاسب روحه باهي يعرف شنو الحلال وشنو الحرام شنو اللي يصلح للمجتمع شنو يضر المجتمع وهذاك هو احنا لازم تكون قدوه للمراه هذيك مش هي ولدها صغير يحتمل غلط غلطه واحده ما انت حياتك كامله انت غلطه تعلموا في الغلط ان شاء الله فهمت المجتمع التونسي يوعى فهمتني احنا نحبوا فهمتني ولادنا الكل فهمتني حتى فهمتني كيما نقولوا احنا فهمتني غير قادر بالتعليم يطلع نجم فهمتني في كيما نقولوا في التجاره نجم في الرياضه فهمتني ما نجموش فهمتني نسيطروا على الوضع هذا بالطريقه هذه فهمتني حسب رايك الام واعيه بالخطوره ماهيش واعيه ماهيش واعية هذه الأم فهمتني هي فهمتني اللي فهمتني احتمال فهمتني تسبب في الأشياء هذية فهمتني نظرا فهمتني يعني السجن فهمتني محافظة كبيرة فهمتني السجن فهمتني يعني باش تتعداهم الأشياء هذه